الحمد لله. أسعد حضرتك، بس أنا ببيع شغل بقسط موبايلات. وبعد التليفون مثلا أنا اشتريه ب 1900 جنيه، فبعرضه للزبون بيقول له ب 2000 جنيه كاش و 2500 جنيه قسط. تمام؟ أنت ففي تتملكه تملكا نعم موجود عندي يا شيخ، موجود موجود عندك؟ موجود يا شيخ، ماشي. بس ايه في زبون بس بيقول لي قول لي أنت بتبيعه بكام؟ وأنا كسبك فيه 500 جنيه، فهو لا مش من حقك تعرف أنا بتبيعه بكام؟ فقول لي لا ده بيعود امانه، تقول لي انت ايه لا لا بكام؟ يلزم، لست بملزم، نعم لست بملزم أن تخبر المشتري بسعر شرائك للسلعة. السلام عليكم.